شاركتوا شنو نعملوا حلو حلو وداك الشطون بالليمون الشطون بالليمون ترميلو الليمون وماما شكرا لحميد وزيد الله هذه مشاركه حميد بولايون اش يمكن تقولنا على يعني كيفاش الاعداد ديال التاكله اللي عملتوها باش يعرف فيها الاعداد ديالها الاعداد ديالها عاديه ما طيش جوك مشاركه من جمعيه
معدل من البحرار ان السرنبا والبحرار الا كان شي مشكله في حاجه نوتياسي تاع البحرار هو حتى هو من نوع ماشي سمك وانما من نوع ديال الفواكه البحريه بحالو بحال السرطان بحال الكراكوريس بحال واحد المجموعه ديال الفواكه البحريه. هو حنا في العرايش كنا كان ريكالو عليه فارونا بالجوايا ديال كتبحثوا عليه كنبحثوا عليه يعني كنريكالو عليه. ودابا ملي داروا هذا يعني التجهيز ديال الميناء وجابوا ديك البلوكيس يعني هاد الثروه هادي بقات كتنقص وكتنقرض وبقاو دابا هادو كيجيبوها مولي بوسلام كيبيعوها لنا هنا في العرايش. بعد ما كانت العرايش هي حتى التلوث اثر على الثروه البحريه السمك ديال العرايش يعني طبعا. ولكن دابا المجلس البلدي ولا العرايش مشكوره على ديك انها قلت من هاد اول مشاركه. صحيه غذائيه بالنسبه للناس اللي كيستعملوا المسرح. العلاقه ديال المسرح بالتغذيه كيفاش هاد علاقه المسرح بالتغذيه؟ علاقه وطيده يعني الماكله كلشي كياكل يعني معروف على يعني الناس كياكلوا المسرحيين تما مكانه ثقافه يعني هو تعبير على النمط الثقافي بالاكل والتغذيه يعني وهذا كيعكس يعني والثقافه مسؤول عام يشاركوا الفريق اللي يشارك في الاعداد ديال الطبق اللي كي عندك شو عندك عندك الناس اللي عندك شو من تاع كلا عملتهم؟ بوقا ها؟ بوقا 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 والدرعي بجوج بوقا والدرعي وشكون صيد هذا الدرعي؟ جبتوه من مين عندك هذا قسم جبتوه من البلاصه من السوق المركزيه ولا عندكم شي زي كيصيدوا ولا والو؟ ديك شي طريم مزيان؟ عندكم شي وحدين اللي كيصيدوا؟ مشيت ديال مشيتو لسوق المرصا سوق المرصا شكون اللي جاب هذا الشيء هذا شكون خصنا بغينا نعرفوا شكون اللي طيب ديالي جبتي مين جبتي البقا البقا لا ماشي بقا درعي والبقا قلت مين جبتوه مين جبتوه؟ جابوني الاخ ديالي الاخ ديالي جبتوه من البلاصه ياك؟ اخ ديالي من المرصا وقع شكون الشيف ديكيب ديالكم يعني؟ انا اللي درت هكا انت اللي عبدت فيها الشيء كامل دابا الشيف ديكيب واش عياكل ولا عيار؟ كنجيري لي زونفون اكسيتيرا. وايد وايد شيف ديكيب وايد وايد شيف ديكيب كيفاش عملتي مع ليكيب تعاملوا معاك عاونوك في اعداد ديال الطبق ديال البوق؟ تعاونا كاملين بينا كنا يد وحده كان تضافر جهود شرينا الخضره كاملين سوقنا كاملين قيدنا المقادير كاملين وطيبنا كاملين كان واحد الجو ديال كنا عائله يعني ماشي ما ماشي هدف تحكم في هذا ولا كاملين بينا ضحكنا مع بعضنا لعبنا تعلمنا شحال من حاجه وصراحه كانت تجربه مميزه وكنشكروا المقيمين ديال المهرجان على النشاط الجميل وتحيه لساكنه مدينه العريش ومرحبا بكم مره تبارك الله على فريق أباطروس. كنتوا فعلا يعني درتوا لوحه مشهديه في اعداد هذا كنعرفوا المسرح هو تعبير على حتى هو ثقافه ديال المجتمع. تبارك الله عليكم الله يحفظك. حقصه عليشيه خلي ولد بلادي يهدر دابا ما شاء الله عندنا شي حوت مرجان ما كنشريو من المرسى مرجان عنده البحر ولا صافي ديتو
شاف ديكيب شاف ديكيب هذاك شاف ديكيب تكلمنا على تكلم كيفاش شفتوا من الاول حتى الاخر قلنا غير باختصار يعني كيفاش شفتوا مين جبتوا الحوت شكون جابوا يعني كيف وزعتوا المهام بيناتكم الفريق ولا انتوا كاملين واش مين جبتوا بالضبط هذا الحوت هذا شنو اللي عملته الطبق ديال التكرا اللي عملته حرق ساكن ما كيعرف الحبسه نعم وعندكم يعني شلايص ما يعرفوا المقبلات اللي عملتوا في المياه المخللات ما عندكم ياك زعلوك ياك هادشي هذاك زعلوك وناري لوبيا لوبيا خضراء لوبيا خضراء والزيتونه خاي والسلطه هي خاي شفتوا بزاف ديال الشيء كتشوف بزاف عندك راه ما عندك راه وكان حاولنا نديروا ليه في الخلط عندكم خضار خضار في الخلطه حاولنا نديروا ليه في الروايح هو اللي يقول بينا شنو نديروا دوك الطبلة ديالنا شارجي مزيان الديسير يعني والمشروبات الطبلة وكالة وكالة شفتوا مرجان كامل اللي عندكم مرجان كامل شفتوا هذا الشيء جبتوا المرجان الحوت شفناه من البحر المرجان تبارك الله عليكم كنعرفوا مرجان كنخدم بليكيب الناس يعني كان عندكم إدارة واعرة في التدبير ديال التكرة ديالكم داكشي اللي بلاش كيكون فيها هذه بالنسبه لي انا مجموعه ديالي هذه اول مشاركه عندنا سميت ليا خالد والمجموعه ديال هذو هما صحاباتي حيت فرضنا علينا من هذه الاشياء سهل وشاركوا في هذا المهرجان اللي هو يعني واحد كيبرز الموروث الثقافي والطبخ ديال العريش مجموعه من الفرق الرياضيه ديال العريش وكنشكروا
كل شيء على حسب الدائره ديالنا هذا كامل المعرض ديال الكره. حنا جمعيه كنشتغلوا على مستوى الرياضه، على الرياضه بين على مستوى المحيط، على مستوى الفئه المصري نوع، على مستوى الشعبي على رشيدة قول تكلم لها كيفاش جات الصفة يعني إذا نشوف الطاجين ديال رضوان الرياش تقرا سي محمد محمد سي محمد الجوهري جوهري ذهبي ذهبي لا حيت الجوهر بحال ذهبي ومعكم كذلك مونير معاكم مونير ياك كلشي الاشراك سميرة من الدار البيضاء من كازا جات الشركات تشارك على الطاجين في تاكرا مزيان هذه ضربت هذه المسافة قلنا عافاك تبارك الله شوف الشاب الوسيم الدار البيضاء يعني مشاركة ليا في هذا المهرجان ديال تاكرا في الدار البيضاء باش نعيش هذه الاجواء ونشوف زعما باش كيتميز ديال مدينة العرايش تبارك الله عرايش مدينه كبيره والسمكيه ديال العائله تبارك الله. ان شاء الله اكيد راح تكون مره اخيره انني نعيش فيها. لان يسكن يمشي في العواطف والانسان ديالهم. غير شنو عجبك الحضور ديالكم؟ اكيد الحضور ديالنا ما كانش من اجل الطبخ بحال وانما باش نعيشوا هذه الاجواء وهذا يعني حقنا للمشاركه ماشي ديال الجمعيات ديال الاشخاص اللي كيعرفوا برا يعني جانب الريديه ناس العرايش ناس مختلف الظروف وحنا كنشوفوا السلبيه والقابع التقليدي فمع ذلك حاولنا اننا نديروا المسائل اللي كتمثل مدينه العرايش العريش عنده حتى هو بحريه سمكيه هائله ومدينه الدار البيضاء كنعرفوا كيف المدن الشمال وهذا العريش يعني مع ان عندها البخيره هذه كنلاحظوا بان الاردن ديال الدار البيضاء شنو هي الكلمه اللي كتوجه للبيضاويين يعني باش يبقاو العريش هما؟ اكيد ان العريش غنيه على تعريف الثروه السمكيه ديالها تاريخ يعني الناس ديال الدار البيضاء كيعرفوا الثروه السمكيه الهائله اللي كتضيف وكندعيهم لزيارة هذه المدينة الرائعة لأن فعلا أنا كنجي ليها دائما وكندعو كاع الناس ديال مدينة الدار البيضاء أنهم تقوموا بزورها لأن تستاهل فعلا أنهم يزوروها طاجين اللي بغينا نعبروا على التكره العريشيه ما كثرناش بزاف ديال داكشي ديال لي موديل جدادي الشراب هكذا حتى الطابله كلها عريشيه كلها عريشيه واحد انا راه عسل المهم انا كنقول لكم الله يحفظ لكم الشبابيه وعيطوا لنا ديك الساعه تروبي كانت كتسنى السوق ان شاء الله ربنا مجهود راه عام كنا مجهود هذا التظاهر هذا اخي اشوف